كابتن عادل الف فين؟ الف طالع الاول بس هتطلع ولا لسه؟ لا مش طالع. لا طيب. لا الف مبروك، قربنا ان شاء الله من استعاده الدرع. تاني قربنا من استعاده الدرع. بقول قربنا. بص انا يعني انا مبسوط من حاجه مهمه كده، احنا عملنا موسم جيد للغايه صح، وده محسوب لمنظومه الكوره في النادي الاهلي من اول مجلس الاداره الى الجهاز الفني اللاعبين وعلى راسهم جمهور النادي الاهلي. ليه بقى انا بقول لك كده؟ سيبك من البطولات اللي احنا خدناها، اكلمك على بطوله الدوري بس بالارقام وبسرعه كده يا كابتن. لما يكون الاهلي اكثر مكسب 22 مباراه، اكثر فرقه كسبت ولسه عندها خمس ماتشات مؤجله، اكثر فرقه جابت جوال، لما يكون الاهلي اقل هزيمه بلا هزيمه، مفيش هزيمه اصلا، لما يكون الاهلي التعادل ست مرات مع انبي والاتحاد، يعني يعتبر الثالث في الدوري مع انبي والاتحاد، الاكثر نقاط 72 نقطه، الاكثر تهديف 52 هدف، الاكثر فارق 45 هدف، الاقل استقبال 7 اهداف. فانت بتتكلم على النتائج اللي انا بقول لك عليها دي تديك انطباع وانعكاس عن الحاله اللي فيها النادي الاهلي في الوقت الحالي. كتير جدا كنا بنخاف على النادي الاهلي السنتين الثلاثه اللي فاتوا، علشان في الوقت ده من السنه بنبقى عندنا انهيار بدني، عندنا بيبقى عندنا مشكله كبيره قوي في الفرقه، وشفناه يمكن راح مننا الدوري سنتين مع حاجات اخرى. ولكن خليني اكلمك كمان، انت كنت ممكن لو انت بدنيا قوي كنت تقدر انك انت ما تخليش حد يقدر يظلمك اي ظلم يعني. ولكن في اخر الامر اللي انا عايز اقوله لك، احنا نجحنا السنه دي نجاح كبير جدا في الامر ده، رغم ان لسه الدوري ولسه في ثلاث بطولات بره. ما هو لحظه واحده، لو اتكلمنا على الموسم ده، ان شاء الله باذن الله رب العالمين تجيب البطولتين اللي فاضلين اللي هي الدوري، والدوري يقترب بشده من النادي الاهلي ان شاء الله، ان شاء الله رب العالمين، وكاس مصر اللي هو المفروض هيتلعب في اغسطس، تبقى انت عملت انجاز تاريخي اعتقد ما فيش حد حققه قبل كده في تاريخ الكره المصريه. ما هو اللي انا عايز اقوله لك، انا في الوقت الحالي انا بقول على ان النادي الاهلي ماشي في الطريق الصحيح. سيبك من المباريات الاخيره، انا بكلمك على الاسماعيلي والمباراه اللي قبليها اللي هو فيوتشر، انا بكلمك على في الوقت ده من السنه ما كنتش بتقدر تلعب مباراه. ايوه سيادي، نجاح الجهاز الفني اللي موجود دلوقتي انك انت بتلعب، يعني مش عايز اقول لك انت كويس قوي لكن بتقدر تكسب. بس يعني في الماتش ده اجهاد برضه يا كابتن عادل. طبعا ما هو لا، كان الاول يعني كان بيبقى فيه وملموس كمان كابتن، الاول كان بيبقى فيه اصابات. انت بتلعب مباريات اكتر من لعيبه من مباراه الدوري، الناس انت بقالك كم ماتش؟ طيب تعالى راجعني كده في اخر خمس ماتشات، كل يومين ثلاثه ماتش، يعني انت لعب خمس ماتشات اللي من اول ما رجعت من الوداد. الوداد امتى كان؟ بطوله نهائي فاينل. شوف الرقم، شوف تاريخ مباراه الوداد الى النهارده وعد المباريات، هتلاقي نفسك واللي جاي بتلعب بس. ولسه اللي جاي كمان هتلاقي نفسك كل بتلعب بحوالي مباراة. كل اقل كمان يعني كل مثلا 6 يومين وشوية، يعني 36 ساعه من المباراه ل 52 او 53، يعني عندك مشكله كبيره قوي في الحته دي. وكان السنه اللي فاتت انت كنت بتعاني منها، صحيح. السنه دي انت ما بتعانيش منها، بدليل اللي انت بتقول عندك اريحيه في حته انك انت كسبت الدوري او هتكسب الدوري ان شاء الله، عندك راحه نفسيه انك انت في الوقت ده من السنه ماشي كويس. الحاجه الثانيه المهم، واخد اربع بطولات لغايه دلوقتي الحمد لله رب العالمين، ولكن خلينا نبقى خمسه في الطريق ان شاء الله، وان شاء الله الخمسه، ولكن خلينا نبقى بنفهم. اتفضل، خلي بالك حط تحتيه 40 خط، الموضوع ده ما بيجيش هباء ولا اعتباطات كده، الموضوع ده بيجي شغل وفكر. النادي الاهلي اشتغل كويس وعمل فكر كويس من بدايته، الراحه بتاعت اللاعبين، القرار اللي احنا كنا فاكرينه ممكن يبقى غلط لكن القرار طلع صح و100%، ده واحد. اتنين، احضر جهاز فني على اعلى مستوى، كولر مستوى عالي، بنتكلم في راجل عمل انجازات وعمل شغل كويس في النادي الاهلي ولسه ما زال بيلعب على البطولات، ده برضو اختيار جيد جدا.
علشان احنا لما بنيجي يبقى بيحصل اي اخفاقات احنا بنحمل الادارات كلها الاخفاق، انت فاهمني يا كابتن؟ ولكن في اخر الامر مبروك للنادي الاهلي النهارده المكسب، مكسب انا بقول خلاص احنا في الخطوات الاخيره، المباراه تلعب يعني تكسب ولا تلعب، انا بتكلم في الامر احنا لعبنا كتير لو كويس. احنا كنا الافضل النهارده برضو كابتن عادل، انا بكلمك على ايه، على المستوى العالي قوي. انت بتتكلم انك انت عندك كورتين في العارضه وعندك كذا يعني كذا هجمه كويسه، لكن انا مش الامر كده، في الوضع الطبيعي انت لو في البدايه تكسب النهارده 4-5 يعني. والحاجه الثانيه المهمه انك انت عندك لعيبه نجحت ودي حاجه كويسه، وعندك لعيبه زي النهارده ما بيرسيتا وكسبك كسبك مباراه، بيرسيتا من افضل اللعيبه في كان في بطوله افريقيا صحيح، حسين الشحات عندك الناس رجعت لمستواها، عندك علي معلول اديت فرصه لبعض اللاعبين واديت فرصه لا ما انت خلاص بقت 17 18 لعيبه كانت صحيح. انت بقيت 17 18 لعيب مهم أيه. ما تعرفش انت ولا احنا من اساسي ومن احتياطي، لا ومن اساسي ومن احتياطي صحيح. يعني انا اقول لك ممكن نوصل ل 20 في الوقت الحالي، هقول لك ال 20 ما حدش فينا يقول عليه اساسي ولا احتياطي، لان بياخد وده بياخد، هو ده المعادله اللي عملها كولر الجيد.